السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل متابعين نستبع فيها كل تحية لكم أينما كنتم. اليوم لله الحمد يعني نزلت شوية أمطار هنا في إندونيسيا، الطقس جميل جدا، كذلك درجة الحرارة غير مرتفعة الحمد لله. يعني هنا في إندونيسيا يعني معظم الأيام تكون الرطوبة عالية، الحرارة مرتفعة، الشمس كذلك، الحمد لله على كل حال. هذا طقس يعني اندونيسيا، كذلك ماليزيا، تايلاند نفس الشيء، ما عندهم الشتاء اصلا. مع العلم ان درجه الحراره جيده في هذه الفتره لهذا الفيروس، كما يعني اخبرونا علماء الطب، يعني هذا الفيروس لا يحب درجه الحراره العاليه. كذلك الشمس يا اخوان، حاولوا تستمتعوا بالشمس بالاخص الفتره الصباحيه، حاولوا تجلسوا في مكان يكون فيه شمس حتى 20 دقيقه او 15 دقيقه، فهذا جيد. كذلك تنشروا ملابسكم في الشمس، لان الفيروس الشمس سبحان الله تقضي على الفيروس كما تعلموا. كذلك الشمس تحتوي على العديد من الفوائد، فلا ما تحرموش انفسكم من هذه النعمه، الشمس الصباحيه يعني مفيده بالاخص في هذه الفتره الحمد لله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تزول هذه يعني الازمه، واسال الله ان يرفع هذا الوباء والبلاء في اقرب وقت، وان يحفظ جميع المسلمين. للاسف الازمه طولت، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، يعني نحن ناخذ بالاحتياط ونطلب من الله الدعاء، نطلب من الله العافيه والصحه والسلامه. كذلك في هذا الفيديو حبيت نوجه رسالة إلى جميع المتابعين، الناس تشاهد في هذا الفيديو، حاولوا بالله عليكم بالأخص في هذه الفترة الحرجة تلتزموا البيوت قدر المستطاع، التزموا البيوت أرجوكم، لا داعي للخروج إلا للضرورة، لا داعي للخروج إلا للضرورة أرجوكم، لكي نقضي على هذا الفيروس بإذن الله، يعني بالتوفيق من الله أول شيء، وثاني شيء بالتوعية وأخذ بالأسباب. فنحاولوا قدر المستطاع يا اخوان، قدر المستطاع، بدون يعني بدون بحث عن اعذار، بدون بحث على اي شيء. نعرف اللي بعض الناس ظروفكم صعبه جدا، يعني مضطر اللي هو يخرج من البيت لاجل العمل، ولكن سبحان الله حاولوا تتصرفوا، حاولوا تتعاونوا، دائما نقول حاولوا تتعاونوا في هذه الفتره الصعبه، تساعدوا بعضكم، الفقير الغني يقدم مساعدات للفقير، وحتى المتوسط يساعد اخوه محدود الدخل، هذا العامل اللي اصبح كان عنده راتب في شركه وانقطع راتبه، بهذا لا تتخلوا عليه في هذه الفتره. ارجوكم كل المسلمين، رسالتي موجهه الى كل مسلم، ما تتخلوش على بعضكم في هذه الفتره، ليس من الرجوله، ليس من اخلاق المسلمين ان نتخلوا مع بعضنا في نتخلوا على بعضنا في هذه الفتره الحرجه، ومش في هذه الفتره فقط، في كل الفترات لازم دائما المسلمين نساعدوا بعضنا ونحنوا على بعضنا ونفكروا في بعضنا. يعني مش كل انسان يفكر في نفسه، لا، نفكروا في بعضنا، فنحاولوا بالله الالتزام في البيت، الالتزام في البيت في هذه الفتره ارجوكم، لكي نتخلص من هذه الازمه الصعبه الممله الخطيره، ونرجع الى حياتنا الطبيعيه باذن الله، والناس تعود الى اعمالها، والناس تعود الى تجارتها، والناس تعود تسافر وترجع العمره والحج وصلاه التراويح، كما تعلموا يعني شهر رمضان على الابواب، وكذلك صلاة التراويح أعتقد يعني كيف يعني سبحان الله ممكن تقام في البيت يكون أحسن، هي نافلة يعني صلاة التراويح والنوافل إذا كانت تؤدى في البيت، كذلك هذا شيء طيب، فلا داعي للذهاب للمسجد لهذه الفترة من باب الاحتياط يا إخوان، من باب الاحتياط. وفعلا يعني قل لن يصيبنا ما كتب الله لنا، ولكن الإنسان يأخذ بالاحتياط، لأن المساجد تكون ممتلئة والمصلين يكونوا قريبين من بعضهم، ففي هذه الحالة ممكن نعرض أنفسنا إلى التهلكة، وهذا لا يجوز في الإسلام أن المسلم يعرض نفسه إلى التهلكة. فالصلاة تكون في البيت في هذه الفترة يكون أحسن بإذن الله، حتى تحسن الأوضاع وترجع الحياة إلى طبيعتها بإذن الله. وأنا متفائل دائما أن هذا الوباء فترة وستزول بإذن الله في أقرب وقت. المهم نصيحتي في هذه الرسالة في هذا الفيديو أن تأخذوا بالأسباب يا أخوان، بعد توكل الله سبحانه وتعالى، تلتزموا البيوت، وكذلك لا تتخلوا على بعضكم في هذه الفترة، ساعدوا بعضكم قدر المستطاع. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله كلامي يكون واضح بإذن الله. نتقابلوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.